لما أكون بزحمة السير في أشياء كثير بقدر أعملها لحتى يكون وقتي مفيد وممتع. من الأشياء اللي بحب أعملها هو التأمل، إنه أنت تقعد تتفكر في ملكوت الله عز وجل. فبوقت الزحمة قاعد بسيارتي، بهالحالة سيارتي بتتحول إلى صومعة، فأنا قاعد عم بتدبر آيات الله عز وجل، عم بتفكر بخلق الله عز وجل، عم بتفكر بكل الأشياء الجميلة اللي أنا بتخيلها. مجرد أنا بلشت أفكر بهالطريقة بيصير وقتي اللي أنا عم أقضيه هو وقت مبهج وممتع ومفيد. حتى وأنا في ازدحام، بدل ما أنه السلوك الآخر أنه الإنسان يكون دائما متذمر منزعج، أنه في أشخاص كتير وفي زحمة كتير وفي ناس بيتصرفوا بطريقة غير لائقة وفي ناس مزعجين وفي ناس متنمرين، فبدل ما أفكر بهالقصص المزعجة بوجه تفكيري بالطريقة اللي أنا بشوفها مناسبة. كشخص متفائل بحب دائما أفكر بالأشياء الإيجابية، فالوقت اللي بقضيه بالتأمل وبالتدبر وبالتفكر هذا بالنسبة لي وقت رائع، وبالتالي صفى الازدحام بالنسبة لي مثل عدمه، صفيت كأني قاعد بمكان مبهج مريح. الحمد لله إذا الإنسان سيارته مريحة ومتوفرة فيها وسائل الراحة فكأنه قاعد بمكان مريح، صفى كل اللي عليه أنه هو يوجه تفكيره باتجاه الأشياء المفيدة والمبهجة والممتعة. فنصيحة لكم بالمرة الثانية اللي تكونوا علقانين فيها بالزحام، يا ريت أنه نحاول نركز تفكيرنا على الأشياء الحلوة والمفيدة والممتعة الكتيرة الموجودة بحياتنا. شكرا لكم.